السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج رمضان كريم. في بداية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين عاوزين نقول كلمة بسيطة جدا. الناس اللي خايفة تتخن من قعدة البيت، خلي بالك إن في ناس ممكن تموت من الجوع من قعدة البيت. الناس اللي خايفة من كورونا وكل شوية بتغسل إيديها، خاف من ربنا وتوضى. الناس اللي عاوزة المساجد تفتح، ياريت تكون أكتر من الناس اللي عاوزة المقاهي تفتح. ربنا بيحبك، ربنا بيحبنا، ولولا إن هو بيحبنا ما كانش خلقنا. ربنا بيحبنا ونفخ فينا من روحه. ربنا بيحبنا وأسجد لآدم الملائكة. ربنا بيحبنا وخلق الجنة وأعدها لعباده المسلمين المتقين المؤمنين. الله سبحانه وتعالى بيحبك، ولولا ان هو بيحبك ما كانش عمل لك كل الحاجات دي كلها. ممكن يكون بيبتليك عشان يطهرنا، ممكن جايب لنا هذا الوباء عشان يطهرنا عشان نروح له واحنا ما عليناش اي ذنوب. الله سبحانه وتعالى بيحب عباده المتقين المحسنين الصائمين القائمين الراكعين الساجدين المستغفرين. ليه ما نكونش منهم؟ ليه ما ندخلش في زمرة الناس اللي ربنا بيحبهم؟ ليه ما نبقاش احنا اللي فرحانين بان ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا ليطهرنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الدنيا خطايا وجئتني لا تشرك بي أبدا غفرت لك ولا أبالي. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم بعباده. ياريت الناس كلها في هذا الشهر الكريم تكون عندها الحمية إن هي تشحن نفسها وتشحذ هممها عشان تكون جديرة بمغفرة ربنا، جديرة بإن ربنا سبحانه وتعالى يكون لطيف بيهم، خبير بعباده، يعرف إن أنت بتصوم يبقى صومك صوم حقيقي، قيامك قيام حقيقي. رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس من قيامه إلا طول السهر. فيا رب اجعلنا من الصائمين القائمين. يا رب ما يمرش علينا هذا رمضان إلا ويكون ربنا جعلنا من المغفور لهم من عتقاء شهر رمضان. أعزائي المشاهدين، بيسعدني في هذه الحلقة أن يكون معايا شاب من شباب علماء الأزهر الشريف، الشباب اللي احنا بنفتخر بيهم، شباب الدين الوسطي، شباب غير الشباب اللي بنشوفهم، ولكن هم دول اللي هيحملوا راية الإسلام بعد ذلك. هم دول اللي هيكونوا في إيديهم الشعلة عشان ينيروا الطريق لكثير من الشباب. بيشرفني أن يكون معايا النهاردة فضيلة الشيخ عبد الأزهري من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك. أهلا ومرحبا بحضرتك، كل عام وأنتم وحضرتك بخير. ويعني أنا مبسوط أن أنا بقول النهاردة شاب من شباب الأزهر، شاب من شباب الأمة الإسلامية، اللي عليهم حمل كبير جدا، هم اللي هيقوموا بحركة التنوير وحركة تجديد الخطاب الديني، وحركة كبيرة جدا لوعي الشباب ورفع الوعي الإسلامي بالنسبة لشباب كتير جدا. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير، ربنا يتقبل منا ومنكم الصيام. آمين يا رب. إحنا في شهر رمضان الكريم، وشهر الصوم، شهر القيام، شهر النفحات، شهر الترابط، شهر خير، شهر يزاد فيه رزق العباد. عايزين ناخد ملمح ومعنى للصوم الحقيقي. ياريت تقول لي معنى الصوم في الإسلام لغة، ومعنى الصوم في المعنى العام. ربنا يبارك عمرك. أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله أن جعلنا مسلمين، نحمد الله أن بلغنا رمضان، نحمد الله أن وفقنا للصيام وأفطر غيرنا، ووفقنا للقيام ونام غيرنا. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الصيام معجزة إلهية، الصيام معجزة إلهية، مثله مثل باقي شرائع الإسلام، غاية في الدقة والنظام والإتقان والإحكام. عندنا معنى الصوم الامتناع، في اللغة العربية الصوم معناه الامتناع أو الإمساك، وفي الفقه الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، يعني من أذان الفجر إلى أذان المغرب يمتنع المسلم البالغ العاقل القادر المقيم مش مسافر
عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من الشهوات التي أحلها الله في غير نهار رمضان مع النية. يعني إيه الكلام ده؟ طبعا السيدة مريم في سورة مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني امتنعت عن الكلام، صمت عن الكلام أي امتنعت عن الكلام. طيب عندنا في الفقه يعني إيه نية؟ النية معناها القصد، يعني أنا لما قعدت طول اليوم من أذان الفجر إلى أذان المغرب لا أكل ولا أشرب والرجل لا يمس زوجته، لماذا؟ قصدك إيه؟ ليه قعدت طول اليوم لا تأكل ولا تشرب؟ النية من ده الغرض. ما المقصد؟ المقصد أني أصوم الفريضة وأدي ركن من أركان الإسلام، فده معنى الإيه؟ النية. طيب هو أنا لازم آجي أقول اللهم إني نويت أصوم شهر رمضان 30 يوما أو نويت أصوم 1 رمضان أو 2 رمضان؟ لا مش لازم. النية تحصل بأي قول أو فعل يدل عليه. بمعنى إيه؟ أنا طلبت من الأولاد يا أولاد روحوا اشتروا طعام السحور. هو أنا قصدي إيه لما أقول لأولادي اذهبوا واشتروا طعام السحور؟ ما المقصد؟ قصدي أن أصوم، فهذه نية. ضبطت الوقت حتى أستيقظ لتناول طعام السحور حتى لو مصحتش، مجرد ضبط الوقت هذا قصد، هذه نية. حتى ولم يتلفظ لم بيه. يتلفظ بها النية محلها القلب ومعناها القصد. أمر سهل وبسيط. الإسلام احنا وضحنا للسادة المشاهدين أن النية مش شرط أن أنت تقول بلسانك نويت أصوم 30 يوما شهر رمضان أو أصوم شهر رمضان، لا، هو ممكن أفعال أنت بتقصدها ولكن نيتك أن أنت تصوم الشهر كله. دي معنى النية ببساطة شديدة. واحد رتب مواعيده على، يعني عنده شركة، عنده مصنع، عنده عمال، هو بيشتغل، فاتفق مع صاحب الشغل والله أنا في رمضان مواعيد شغل هتبقى من ساعة كذا لساعة كذا. هذه نية. لأنه لماذا قصد ترتيب المواعيد؟ لأنه سيصوم. فهذه نية واضحة. طيب هو في حد بيمتنع عن الطعام والشراب من الصبح لحد المغرب وما يكونش صايم؟ واحد نام كان مرهق ونام اليوم كله، فهو امتنع عن الطعام والشراب بسبب النوم وليس بسبب الصوم، فهذا ليس ايه؟ ليس صائم. ليس صائم. يبقى احنا في رمضان الطبيعي كده ان احنا بيبقى عندنا نية، يعني واحنا بشكل طبيعي غير مرتب له، يعني بالاعمال الدالة عليه. الامتناع عن الطعام والشراب طبعا لو اكل او شرب ناسيا فصومه صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما إذا أكل أو شرب متعمدا فده يعني إيه؟ طيب واحد أمسك الماء وهو ناسي ووضع الماء في فمه وتذكر، لو ابتلع الماء أفطر. خلاص أنا تذكرت قبل الإيه؟ الشرب. قبل البلع. ما يبقاش بقى طب تناسى. و ده طبعا الله عز وجل يقول كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي، هذا بينه وبين الله. زي واحد رايح للشيخ بيقول له يا عم الشيخ والله يعني اتكعبلت في الثلاجه كده، وقع في بقي يعني طبق رز وورك فرخه وصباع موز وكوبايه عصير ويعني شويه فاكهه كده، انا كده افطرت؟ قال له لا انت كده اتغديت ما افطرتش. يعني ده ليس، احنا بنتكلم عن النسيان الحقيقي، الانسان ما كان في عقله صوم. طيب ده المعنى المبسط للصوم، ودولت ركنين الصوم. الصوم ليس له الا ركنان، الامتناع او الامساك والنيه. طيب وبهذا تحقق. طيب هروح معاك لنقطه، وهي احنا بنسمع عن الاعجاز العلمي في القران، ولكن في النهارده انا عايز اشوف الاعجاز الالهي في الصوم. في حاجه يعني في إعجاز الله سبحانه وتعالى لما يفرض علينا الصوم وهو ركن ويجعله ركن من أركان الإسلام، وهو ركن من أركان الإسلام الصوم، الشهادة والصوم والزكاة والحج، كل دي أركان للإسلام، والصوم هو ركن إحنا بنعيشه دلوقتي، ركن من أركان الإسلام. الحكمة من الصوم، الحكمة أو الإعجاز الإلهي في الصوم، ياريت توضحولي. الله يبارك عمرك، سؤال في غاية الأهمية، وخصوصا مع الجيل اللي طالع من الأبناء دلوقتي. يعني أنا كانت في أم النهاردة بتسألني بتقول لي ابنها صغير بتدربه على الصوم، هو ليس مكلف، فبتقول له إحنا في شهر رمضان ده شهر فضيل وشهر كريم وربنا أمرنا إن إحنا نصوم، وهتصوم مثلا من تتسحر الظهر مثلا وتفطر معانا المغرب. فقال لها لا أنا جعان آكل.
اصوم ليه؟ ايه الفايده من الصوم؟ وكتير حتى من الابناء الكبار بيسالوا ايه الحكمه أو ايه الحكمه ان انا اصوم يعني. فنجد ان الصوم يعني معجزه، الصوم بهذه الطريقه اعجاز، اعجاز في السلوك، اعجاز للغني واعجاز للفقير، اعجاز للصحيح واعجاز للمريض. يعني في غايه الدقه لما نجد ان العلماء يتكلموا عن الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صغير قال صوموا تصح. احنا بقى عندنا شويه اخطاء محتاجين نفهمهم ونعالجهم دلوقتي في الصوم. اتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا، بحسب ابن ادم لقيمات يقمن بها صلبه، فان كان لابد فثلث لطعامه وشرابه ولا ونفسه. يعني قسم كده، ما ياكلش كتير، ما يملا بطنه. ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه، وعاء قط شرا من بطنه. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. هدي النبوي في غايه الدقه. طب تعالى بقى نشوف العلماء قالوا ايه. في طبعا دكتور امريكي كان من كبار علماء الصحه في امريكا، الف كتاب اسمه الصيام. قال الصيام ده يا جماعه بيعمل ايه؟ بيسموه دلوقتي الصيام الطبي او الصوم العلاجي. ملناش دعوه بالاسلام ولا المسلمين، ولا يعرفوا الاسلام ولا قرأوا القران ولا يعرفوا شهر رمضان. ده اسمه الصوم الايه؟ العلاجي. بيعمل ايه؟ قال لك بيصفي الجسد من السموم. يا الله، يصفي الجسد من الايه؟ السموم. من السموم. في دكتور اسمه نيكولاف ألف كتاب اسمه الجوع من أجل الصحة. جوع عشان تبقى صحتك كويسة. حديث الرسول جوع تصح. صوم تصح. لا ده بقى إيه تفصيل. ده هو عمل دراسة على صحة الإنسان. وأعتقد كان روسي أو مش متذكر بالضبط يعني. فقال لك يعني الجوع من أجل الصحة ليه يعني؟ قال لك إن المفروض كلام بالنص كده، إن كل مواطن، كل واحد من الناس يصوم كل سنة مدة لا تقل عن 3 أسابيع ولا تزيد عن 4 أسابيع متصلة. طيب هنصوم ازاي يا عم الدكتور؟ قال هتمتنع عن الطعام والشراب طول اليوم، هتاكل وجبة واحدة في اليوم. تمام؟ وتشرب بعض الماء أو العصائر لما تحس بعطش شديد. طيب جميل، لما أنا أعمل كده بقى إيه اللي هيحصل؟ قال لك في دكتور مصري شرح العملية كلها بتحصل ازاي. قال لك احنا بناكل، سبحان الله الجسم ده جهاز معقد يعني، ويعمل بطريقة فائقة. حتى الآن الناس يعني يقومون بأبحاث ودراسات على خلق الله سبحانه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون. فالإنسان عندما يأكل الطعام عندنا جهاز يسمى الجهاز الهضمي، مهمته إيه؟ ان هو بياخد الطعام ده ويستخلص منه المواد النافعه للجسم، والباقي بينزل في الفضلات. بتروح للدم. تمام؟ وتوزع على اجزاء الجسم. العين محتاجه ايه؟ العقل محتاج ايه؟ واحنا بنحس كده، احنا صايمين، اول ما تشرب العصير او التمر الهندي بتحس وابتلت العروق، كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، تحس كده ان انت فعلا انت عشت كده. وعينيك كده بدات تنور، وبدات تركز مع اللي حواليك كده، والاذن بدات تسمع بشكل افضل يعني. فخلاص الاكل اتهضم والجسم ايه؟ اتوزع واخذ حاجته. عندنا سكر زايد في الدم. فدي مش لا في جهاز مخصص ليها اسمه البنكرياس. فيقوم يفرز الايه؟ الانسولين. يقوم الانسولين واخد السكر ده ويقول له والله تعالى ده احنا عندنا مخزن فاضي هنملاه. ليه؟ نعمل حساب قدام، محدش عارف بكره فيه ايه. فيقوم يختزن هذا الطعام الزائد او هذا السكر الزائد على هيئه دهون في مستودعات المخازن بتاع الجسم، داخل الجسم. وفي ناس طبعا مخازنها كبيره، وناس مخازنها صغيره، وناس ما عندهاش مخازن خالص. تمام؟ فيختزن. خلاص العمليه كده انتهت. بعد شويه الجسم محتاج طاقه مرة أخرى، فنقوم العقل يصدر الأمر للمعدة. لها إيه؟ لا فكر الراجل ده شكله كده إيه؟ ناسي مش. فيقوم يشعر
بألم المعدة، فلا ده أنا عاوز آكل، يشتري الطعام يدخل بقى يقلب رزقه في المطبخ كده، ينادى على مراته طبعا تجهز الإيه السفرة ويأكل. طيب لو ما فيش أكل، وده بإحنا طبعا صايمين دلوقتي فبنحس بده، بنيجي الصبح مثلا صحينا الساعة 10 أو عندي شغل أو كذا، حاسس بالمعدة، حاسس إنها بتشتغل، حاسس إنها بتقول لي أنا محتاجة أكل دلوقتي. بعد شوية بحس خلاص يعني مش فاكرها يعني مش جاي في دماغي. يقوم بقى مجموعة من الغدد، الغدة الكظرية والدرقية والغدة النخامية والبنكرياس، يعملوا عملية تدوير بقى، يقوموا كاتبين طلب للمخازن، لا طلعوا لنا ايه دفعة كده عشان نقدر نكمل عشان نقدر نكمل والجسم محتاج. وبالفعل بيوافقوا على الايه على الطلب ده، ويقوم محولين الدهون لسكر جلوكوز مرة أخرى يتغذى عليه الايه الجسد. الأمر طبيعي. إيه بقى الإعجاز في الموضوع؟ بعد الشرح ده بقى الإعجاز هنا في غاية الخطورة. الإعجاز هنا في غاية الخطورة. قال لك إن الجسم يقوم بإحراق نفسه. إحنا أعزكم الله، ربنا يعني يستر المسلمين في كل بقاع الأرض، يطعم جائعهم ويكسو عاريهم ويشفي مريضهم ويؤمن خائفهم. بنشوف بعض البلاد المسلمة للأسف فيها مجاعات، وبنشوف الصور، والصور قدامنا مرت علينا كثيرا، بنلاقي جلد على ايه على عظم، كأنه هيكل عظمي كده مغطى بالجلد. طيب العضلات والدهون والجسم ده راح فين؟ كان راجل عادي جدا، حصلت كارثة، حصل حرب، حصلت مجاعة، طعام كتير أدى لذلك، خلاص فالجسم ما بيدخلوش طعام، فبيبتدي يحرق ايه نفسه ليتغذى على نفسه. تمام. هنا بقى هو ده بقى الإعجاز. قال لك إن الجسم أول ما يحرق بيحرق الخلايا المريضة. خلية أعزكم الله كانت هتتحور إلى كانسر. يقول لها تعالي احرق وإيه وغذي الجسم. يا الله. تمام. الدهون المتراكمة في الجسم أو في أو على الكبد. الأملاح الزائدة، السموم المتراكمة، من واحد بياخد أدوية وياخد علاج، وطبعا احنا كل أكلنا وشربنا بيبقى فيه نسبة من السموم وبتتعب الكبد، فالجسم يقوم إيه يتخلص من هذه السموم. ولذلك قالوا أن الصوم يقوم مقام الجراح الماهر. الله. الصوم يقوم مقام الايه الجراح الماهر. الجراح الماهر، الجراح ده بيعمل ايه؟ واحد مريض عنده حاجة هيستأصلها، بس الجراح منتهى الدقة، لا ما يعرفش على كده، ما يعرفش الجراح البشري ان يصل الى هذا المكان. فالصوم يصل الى المكان الذي لا يصل اليه مشرة الطبيب. الله. هيجيب الخلية ديت كده من أفاها كده ويحرقها ويصفي الجسم. وقال لك ان الانسان بيحتاج فترة 20 يوم بالتحديد حتى يعود مرة أخرى لتعويض الألياف اللي الجسم قام بإحراقها في عملية الصوم. طيب إيه المفيد بقى هنا؟ هاخد بقى المفيد من المكالمة دي ونرجع للمفيد. طيب اتفضل. طيب. أستاذ أحمد من الشرقية اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحضرتك يا أستاذ. أهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. عندي سؤالين عايز أسألهم لسيدنا الشيخ. اتفضل. السؤال الأول يا سيدنا الشيخ، بالنسبة لابني عنده 6 سنين، هو يعني والدته بتخليه يصوم، بيقوم يتسحر معانا وبيصوم طول اليوم وبيفطر معانا، يعني بيصوم صيام عادي زينا، بس أول ما بيصحى من النوم بيقول أنا جعان عايز أشرب، فوالدته بتقعد تصبره يعني تقول لأ إحنا في رمضان صوم، بتمرنوا على الصوم يعني. فانا باجي يعني بقول لها ما بكون فيش ما باجي تمام، ما باجي لحضرتك يعني بقول لها ما باجي مش بقول لها انت ممكن تفطري يوم وبتاع، قلت لها انا ممكن لو فطرت يوم هياخد على الفطار ومش هيصوم تاني. تمام. عايز اخليه يمشي تعوده يعني على الصيام. تاخده كله، تاخده الشهر كله صيام. طيب ماشي. السؤال الثاني. والسؤال الثاني بالنسبه يعني لست كبيرة زي والدتي، يعني ما بتخرجش طبعا عشان الفيروس وكده كورونا، وبتصوم برضو يعني رمضان، فيعني الصيام بالنسبة لها، هي صحتها كويسة بس كبيرة في السن يعني معدية. طيب. 70. طيب حاضر. الصيام حاضر، شكرا ليك. معنا اتصال تاني. ألو
ايوه يا فندم، ايوه معاك. اتفضلي يا فندم. نعم اتفضلي يا فندم. بقول لك انا السؤال انت ما ردتش عليا. قولي السؤال حضرتك، اتفضلي معاكي. بقول لك انا من شهر 11 انا وزعلانه من والدي، ما ماشي. بيكلمنيش ولا بكلمه، فمش عارفه يعني اعمل ايه، يعني ده مش عارفه يعني اعمل ايه عشان هو يكلمني وكده. طيب انت روحتي لوالدك اعتذرتي له وكده، هو مش عايز، مش متقبل اعتذارك يعني؟ ايوه. ايه ما سبب الخصام؟ ما سبب الخصام؟ يعني حوارات كده خاصة بينا. حوارات خاصة. تمام طيب حاضر، تمام. هيجاوبك فضيلة الشيخ، شكرا لحضرتك. مولانا معانا سؤالين برضو في اطار حلقتنا برضو عن الصوم، يعني لسه بنتكلم عن الاعجاز الالهي للقرآن للصوم، وانت قلت في حتة هنقف عندها، وقفنا عندها، تمام ناخدها وبعد كده نجاوب على الأسئلة. ممتاز جدا، اتفضل. يبقى احنا كده وضحنا جانب الإعجاز اللي هو بيصفي الجسد من السموم، من السموم، والإنسان يصبح نشيط بعد ذلك. تمام. ما الخطأ الفادح الذي يقع فيه غالب المسلمون الآن؟ أولا كثير من الناس بيقوم مرتب مواعيد شغله، يشتغل بالليل وينام بالنهار. ده أول خطأ. هل هذا يبطل الصوم؟ لا يبطل الصوم، صومه صحيح. الأمر الآخر إن أنا لو بأكل في شهر شعبان أو شهر رجب أو أي شهر من الشهور مقدار معين، باجي في شهر رمضان باكل الضعف. يعني هو شهر الصوم وليس شهر الأكل. ونجد إن البيوت ميزانيتها بتزيد، واحد بيصرف له 2000 3 في الشهر، يعني الأيام على العادية المطبخ 6 في رمضان. في رمضان لا، بنستهلك 3 كيلو لحمة في الشهر العادي، في رمضان 10 كيلو لحمة في رمضان. فهذا خطأ فادح. ليه بقى؟ لأن أنا كده لم أستفد من الصوم، ده بالعكس أنا المفروض أبذل مجهود أثناء رمضان. الصحابة كانوا يجاهدون في سبيل الله، الزارع يصل إلى مزرعته، والعامل إلى مصنعه، والمهندس إلى موقعه، كان في غزواته، والذي يجاهد في جهاده. فده بيعمل إيه؟ ده بيحرق السموم اللي في الجسم. فالصوم للعمل. طيب احنا قاعدين محبوسين يا عم الشيخ، والله احنا كنا بنخرج وكنا بنشتغل، ولكن جاءت كورونا فأجلستنا في بيوتنا. مفيش مشكلة، ابذل مجهود في بيتك، ده رقم واحد. اتمشى شوية جنب البيت. في أكثر من طريقة لبذل المجهود حتى تستفيد من الإعجاز الصحي في الصوم. صوموا تصحوا وليس ناموا تصحوا، هذا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، صوموا تصحوا وليس ناموا تصحوا. يبقى ده رقم واحد، يبقى أنام بالنهار لا أستفيد من الإعجاز الصحي في الصوم، لأن أنا نايم وبصحى من النوم. الخطأ التاني بقى، إحنا الراجل بيقول ما تفعل الإفطار اضرب، وكل واحد يقعد يضرب بقى، نقعد ناكل بقى على طول، دهون مع نشويات مع قطايف مع كنافة واللحوم، ويقوم يعني الجسد يستغيث. طب ما نقول لحضرتك، يعني تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان بيفطر ازاي؟ يعني هو عشان نديهم الملحظ ونبتدي، ان لنا في رسول الله اسوه صلى الله عليه وسلم، فنتعلم كان ازاي النبي بيصلي او او ما بيبدا مدفع الافطار ويأذن اذان، ما كانش فيه مدفع طبعا، ولكن كان فيه اذان المغرب. كان النبي بيفطر ازاي بقى في رمضان؟ طعام النبي صلى الله عليه وسلم عموما، عموما هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما تصوموش زي صومي، فانما يطعمون الله ويسقيني، محدش يتحمل ما يفعله النبي صلى تمام. الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الافطار على التمر واللبن. وهو الذي يعني اخبرنا بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، كل بس ما تشبعش. طبيب البشريه الاول صلى الله عليه وسلم، عليه صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الله هو الذي خلقنا، هو الذي يعلم الصالح لنا. يعني القوانين الاحوال الشخصيه، الوضوء مثلا، الصلاه، الزكاه لوحدها اعجاز فريد. الزكاه اعجاز فريد، تجعل الغني غنيا كما هو. يعني مثلا واحد معاه 1,000,000 جنيه، خرج 25,000 جنيه، بقى معاه 975,000. لو سألته أنت معاك كام، هيقول لك إيه؟ 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه، ما جاتش على 25,000. أي. فظل غنيا كما هو، يعني لا ينقص ماله إلا القليل. طيب خدهم الفقير فسد حاجته، يبقى سد حاجة الفقير وظل الغني غنيا كما هو، إعجاز. فهنا في الـ في الـ في الـ في الصوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. لا نشبع، ما تقعدش على السفرة في رمضان لحد ما تشعر بالشبع.
لأن المعدة بيت الداء، وهذا الوعاء هو شر وعاء يملأه ابن آدم. طيب أنا هاخد من حضرتك ملحظ، لما بينطلق مدفع الإفطار في أيامنا بقى دلوقتي وأذان المغرب، تمام، المفروض اللي احنا بنفطر على رطب أو على بلح زي ما بنقول، ونبتدي نصلي المغرب الأول وبعد كده نفطر، ولا نفطر وبعدين نصلي المغرب؟ لان يعني في ناس كتيره جدا بتروح على طول داخل على الاكل قاعد هو واكل. هو طبعا يعني الاولى او الاصح الاولى ان يعني ما يعني ايه، كل انسان له ما يناسبه. في واحد هيصلي المغرب والاكل محطوط، دماغه عمره ما هيكون في الصلاه، فيعني يفطر فطار خفيف كده ويصلي، مفيش مشكله خالص ما دام وقت المغرب لن يتاخر يعني. أيوة. في بعض الناس بيفطر زي ما حضرتك قلت، خاصه ان في البيوت ممكن دلوقتي يصلوا جماعه مع بعض يعني. في تمام. الوقت اللي احنا فيه، واحنا ممكن نتكلم فعلا على صلاه الجماعه ان شاء الله يعني لو سمح الوقت. تمام. فيفطر فطار خفيف ويصلي، وبعدين يفطر الفطار اللي هو العادي ولا يملأ بطنه. تمام. ليه بقى؟ علشان ما جيش بعد رمضان بوزن زيادة، وللأسف ده غالبا ما بيحدث مع كل الناس أو مع بعض الناس، فلا يستفيد من الإعجاز الإلهي في الصوم ويستفيد بصحته. طيب ليه سؤال عند حضرتك وسؤال مهم جدا. فضل. احنا بنصوم في رمضان هي مرة في الشهر، يعني شهر رمضان بنصوم مرة، ولكن هل يجوز ان احنا نصوم مرتين في رمضان او ثلاثة في رمضان؟ ينفع او ينفع. اربعة في رمضان ينفع. طبعا هو السؤال غريب على مسامع السادة المشاهدين، ولكن فضلت الشيخ يعني احنا كنا بنتحاور قبل الحلقة، وازاي ان انت تقدر تخلي صيام رمضان بدل ما هو يبقى مرة واحدة لا تقدر تخليه مرتين وثلاثة. هناخد الاجابة من فضلة الشيخ عبد الازهر. الله يبارك عمرك يا رب. فعلا صام رجل رمضانين في العام. ازاي يا عم الشيخ؟ لا ده في واحد تاني صام ثلاثة، وفي واحد تاني صام 100 رمضان في العام الواحد. كيف يحدث ذلك؟ كيف أصوم رمضانين في سنة واحدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة شديدة قال عن شهر رمضان: من فطر فيه صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. يعني أنا عاوز أصوم شهر رمضان 30 يوم وعاوز أضاعف الصوم. خلي بالنا هنا في نقطة مهمة جدا. إيه هي بقى؟ إن أجر الصوم في رمضان ليس كأجر الصوم في غيره من الأيام. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طبعا كنا من معلقات البخاري وحكم عليه بعض العلماء بالضعف، ولكن معناه صحيح، إن اللي هيفطر يوم متعمد في نهار رمضان لن يجزئه صيام الدهر وإن صامه. يعني مش لو صام السنة كلها علشان يعوض أجر هذا اليوم واحد في رمضان مش لن يكفيه. يبقى أنا لما آخذ أجر صائم في رمضان هذا أمر في غاية الأهمية. سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. عاوزك تقول لي حاجة يا رسول الله أعملها أدخل الجنة. الصحابة كانوا حريصين على الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، ملوش مثيل، ليس له شبيه، هيدخلك الجنة. داوم على الصوم، يعني صوم رمضان صوما صحيحا، داوم على الصوم في الأيام العادية تدخل الجنة. ثم سألته الثانية: أنا عاوز حاجة يعني أحسن شوية، أكتر شوية، أتعب فيها أكتر. قال: عليك بالصيام. يبقى الإنسان إذا أراد أن يصوم رمضان مرتين، أراد أن يصوم رمضان ثلاث مرات، أراد أن يضاعف الحسنات، فليطعم الجائع، فليطعم الجائع. فيطعم جائع في رمضان ديت يعني لها منزلة وأجر كبير، لأن الأعمال بالفعل تتضاعف في رمضان. فهيأخذ أجر صائم وإطعام الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عليه الصلاة والسلام. سؤال تاني ومهم جدا: صلاة التراويح في المنزل. احنا كنا متعودين في شهر رمضان الكريم بننزل نصلي صلاة التراويح في المسجد. الآن في ظل الظروف اللي الدولة فيها والعالم الإسلامي كله فيه أو العالم كله فيها، ابتدينا اللي احنا نصلي الفروض في البيت، أغلقت المساجد وبنصلي دلوقتي الفروض في البيت وبنصلي صلاة القيام أو صلاة التراويح في المسجد. ليه ملحظ هنا في صلاة الفروض في المنزل في هذه الآونة؟
صلاة الفرض في المسجد ب 25 درجة أو 27 درجة 27 درجة، ولكن دلوقتي عشان صلاة جماعة أنت ممكن تصليها في البيت، تمام، تحسب صلاة جماعة، ولكن هيكون ليها نفس القدر من الدرجات ولا بتختلف؟ تمام، هناخد ده صلاة الفرض، وهنتكلم في الجزء الثاني عن صلاة القيام في البيت. تمام تمام. طبعا الصلاة في المسجد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، والإنسان يعني رجل قلبه معلق بالمساجد، ده سبعة يظلهم الله في ظله، وإذا رأيتم الرجل يعتدي المساجد فشهدوا له بالإيمان. وسيدنا عبد الله ابن أم مكتوم كان يعني يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في البيت، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أمرت أن آمر بحطب فيحتطب ثم تقام الصلاة والناس قاعدين في، دي أحاديث كلها بتحث على الصلاة في المسجد، في المسجد تمام، لما له من أهمية كبيرة اجتماعية طبعا، أن يتعارف أصحاب الحي الواحد وأن يتقابلوا وأن يتزور الناس، يعني كل حاجة لها، وفيها ملحظ مهم جدا فضلتك، وهي صديق المسجد بيختلف عن صديق المقهى. طبعا صديق أكيد المسجد بتبص تلاقيه معاك في كل حاجة، لو غبت عن الصلاة اللي انت بتصليها معاه يوم واثنين وثلاثة، ودي حصلت معايا شخصيا، بتبقى الناس بيطلعوا لك يشوفوك انت ما جيتش ليه، انت فيك ايه، انت صداقة بتبقى حب في الله ولله. لا لا، هي لها اثار اجتماعية وسلوكية اعجاز لوحدها، يعني دي محتاجة وقت لوحدها، حلقات تفرد لها عشان تبين هذا الملحظ، عشان نبين الإعجاز في ذلك. يعني كل تشريعات الإسلام غاية في الدقة، لو التزم بها المسلمون لقادوا العالم، وهذا ما حدث، كانوا بيقودوا العالم من قبل، هذا ما حدث. طيب إنسان كان يصلي في المسجد وأغلقت المساجد، وليس في مصر فقط، في العالم كله، فالآن اجعلوا بيوتكم قبلة وجعلت لي الأرض، دي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خمس كان من اختص الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن في الأمم السابقة، جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، الأرض كلها، البيت والطريق والحديقة والعمل والمصنع وكل مكان مسجد، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. تمام، الأمر سهل جدا. طيب هل نأخذ مثل أجر المسجد الذي كان يحافظ على الصلاة وحبسه العذر فله مثل ما كان يأخذ من أجر؟ يعني كان بيصلي في المسجد على طول صلاة الجماعة، والواظب هياخد نفس الثواب، هياخد نفس الثواب. نيجي بقى لصلاة التراويح. تمام، والله يعني مش عاوز حد يستغرب من الكلام ده، ولكن أنا سعدت أن المساجد أغلقت في رمضان هذا العام. ومحدش يتضايق يا جماعة، ليه بقى؟ أولا من منا قام 30 ليلة في بيته متواصلة؟ مين فينا اللي كان بيصلي قيام في بيته 30 ليلة متواصلة؟ أنا عارف إن في بعض الناس من المقربين إلى الله عز وجل ومن أصحاب الطاعات اللي كانوا بيحافظوا على قيام الليل، ولكن مين اللي كان كل ليلة يقيم الليل في بيته؟ من؟ هنلاقي عدد إلا من رحم ربي، هنلاقي عدد قليل جدا. تمام. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة التراويح غير يومين في المسجد فقط. النبي رسول الله ما صلى تفرض على أمته على روايتين، يومين أو ثلاثة، هم قالوا كده، وجمع الناس وصلى التراويح. تخيل بقى أنت رايح تصلي مع مين؟ الإمام. احنا بنقول لك ده أنا هروح أصلي ورا الشيخ فلان. الصحابة رايحين يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أجمل من قرأ القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة محظوظون، اختارهم الله واصطفاهم الله ليكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تدمع العين، لأننا لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيل أنت رايح مسجد إمامه النبي صلى الله عليه وسلم، رايح تصلي الجمعة خطيب المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا صحبته، اللهم ارزقنا شفاعته، واجمعنا به في الجنة. فالنبي لما وجد حرص الناس على صلاة التراويح وازداد العدد في المسجد، في اليوم الثالث لم يخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم. تاني يوم سألوا الرسول، يا رسول الله لماذا لم تخرج للصلاة؟ قال قد رأيت ما فعلتم، وإني خشيت أن تفرض عليكم. حتى رحيم بأمته صلى الله عليه وسلم في العبادة، يعني خايف على أمته، يعني ما تكلمنيش عن رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا يعني الأمر ده يعني بيمس القلب، يعني أكيد صلى وإحنا الله عليه وسلم. في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حضرة إن إحنا يعني محتاجين إن قلوبنا تتمس بروحانيات
شهر رمضان وبروحانيات الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته حتى في فرضية الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج 50 صلاة ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ليرد يعني حتى تصل إلى 5 صلوات وخمسين في الأجر شوف الرحمة والخوف أمتي وأجل دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان بس مش رحيم بأمته، ده كان رحيم مع أعدائه. يعني إحنا مش هنتكلم مع أمتي، لأن هذا كلام تدمع له العين ويعني تقشعر له الأبدان. في فتح مكة كان عكرمة بن أبي جهل، كان النبي قال اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة، وهرب إلى اليمن، وبعدين أسلمت زوجته وطلبت له الأمان فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبت لتأتي بعكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تقف حائرا أمام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا نظر في عين الرجل عرف ما في قلبه، وكان رحيما حتى لا يريد أن يخدش حياء إنسان أو يكسر قلبه أو يعني يجرح شعوره وكرامته. أبو جهل ده فرعون هذه الأمة، من آذى النبي ومن قتل الصحابة ومن حارب النبي في بدر ومن كان زعيم دار الندوة ومن تآمر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعلن عن جائزة على من، يعني لن نتكلم عن أبو جهل. وده عكرمة ابنه، وهو اللي جمع الناس مع صفوان بن أمية، والنبي له موقف رحمة مع صفوان بن أمية في غزوة أحد علشان يقاتلوا ويثأروا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عكرمة داخل قال النبي للصحابة لا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يصل إلى الميت. شو الرحمة، هذا كلام تقف أمامه يعني عاجزا يدرس. يقول لهم محدش يقعد بقى يعني يذكر أبو جهل بقى يعني لعنه الله وانتقم الله منه ويعني هلك لا، الأطباء النفسيين يقفوا أمام هذا ويتعلموا بقى إعجاز. يعني إحنا بندرس في العلاقات الزوجية بعض مواقف النبي صلى الله عليه وسلم تفسر الآن بعلم النفس بأنها في قمة الشعور وتوصيف المشاعر. فأنا يعني إيه لما بمثل الموضوع ده، بس ليه ملحظ في الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع المذنبين في عهده، وهو يتعامل مع الذين قاموا بعمل كبائر الذنوب وصغائر الذنوب، كيف كان رحيما بهم، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتأفف أو بيبعد، إن هو مش عايز يقيم عليهم الحد. ولكن المرأة التي زنت وجاءت للرسول صلى الله عليه وسلم مرة واثنين ويمشي، والشاب اللي يجيله ويقوله، إحنا في عهد هذا الزمن وهذا الوقت القلوب امتلأت بالذنوب وكادت تحترق بالذنوب، وليس معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ بأيدينا عليه الصلاة والسلام. ولكن يجب علينا في هذا الشهر الكريم أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نرجع إلى سنته حتى نتأثى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاوز من حضرتك نصيحة إلى الشباب، كيف نبعد بأنفسنا عن النار، كيف نبعد بأنفسنا ونخاف على نفسنا من النار وحر النار وقعر النار وسواد النار، ببركة هذا الشهر الكريم في دقائق معدودة فضلتك. الله يبارك في عمرك يا رب، نسأل الله أن يجمعنا بنبيه صلى الله عليه وسلم وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أنا كنت دايما لما بنحصل حوار ونقاش على هذا الأمر بقول إن أكتر جيل ظلم في تاريخ مصر منذ الفتح الإسلامي هذا الجيل، أكتر جيل تعرض إلى فتنة هذا الجيل، فتنة من كل اتجاه. احنا عندنا يعني الملهيات، والاب لا يقدر على ان يسيطر على ابنائه، الابناء تائهون. طبعا احنا بنشوف وبنسمع وبنقابل وبنسال اولاد صغيرين وكبار عن اركان الاسلام لا يعرفون اركان الاسلام. الحل في اول كلمه نزلت في القران، القران عدد كلماته كثيره. اختار الله عز وجل أول كلمة يفتتح بها الوحي هي اقرأ.
باسم ربك الذي خلق. وقال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. فليس هناك طريق للاستقامة إلا بتعلم الإسلام. أعرف العقيدة كويس جدا وأدرس أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالملائكة وحده يقوم السلوك. الإيمان بالملائكة ولو عظم الإيمان، الإيمان ده معناه أن أصدق وأعتقد وأوقن بوجود الله، أن أصدق وأعتقد وأوقن بوجود الملائكة. فأنا موقن برقيب وعتيد يكتبان أعمال العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو الإيمان ده حاضر في قلبي وفي عقلي يقوم اللسان ويقوم السلوك. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة وقال يا إمام لقد قلت كلمة لا أعرف هل هي حلال أم حرام. قال عبد الله بن عباس قاعدة مهمة وإحنا نتعلمها ونقولها وننشرها بين الناس، أتدري هل تكتب في صحيفة حسناتك أم في صحيفة سيئاتك؟ رقيب وعتيد، هالكلمة طلعت مفيش كلمة ما يلفظ، مفيش حاجة بتطلع من قول أي قول يعني إلا لدي رقيب عتيد هتكتب. قال أتدري أتكتب في صحيفة حسناتك أم في صحيفة سيئاتك؟ فرجل قعد يفكر وقال في صحيفة سيئاتي. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. بس يبقى لو إيمان برقيب وعتيد فقط قوم السلوك قوم اللسان. طيب لو آمن الإنسان وإحنا حضرتك ذكرت أثرت نقطة الرزق، لو آمن الإنسان بميكائيل الموكل بالرزق والمطر وأن رزقك سيأتيك سيأتيك وعند الموت يطوف الملك يا ابن آدم لقد طفت المشارق والمغارب حتى أجد لك شربة ماء فلم أجد، لقد طفت المشارق والمغارب حتى أجد لك لقمة فلم أجد. واحد يقعد يسأل طيب طفت المشارق والمغارب، أنا قاعد هنا في مصر يا عم الحاج في عزبة ولا في قرية، ليه بتطوف المشارق والمغارب؟ طب ما تدور هنا جنبية. لقينا لا ده فعلا ده أنا كان ليا كوباية مية في ماء زمزم أعيش فلوس أروح أعمل حج والعمر، فيقوم جاري الغني يروح يعمل عمرة ويجيب لي جرك مية فأقوم أخد منه كوباية مية كانت مقسومة لي في بئر زمزم في السعودية. الله أكبر. الله يأتيني آخر في ميلاد ابني أو زواج بنتي بعلبة من الحلوى جايبها معاه من تركيا ولا جايبها معاه من أوروبا وأخذ قطعة من الحلوى. يبقى أنت لو ليك قطعة حلوى في آخر بلاد المسلمين هتأتيك. ولذلك الملك يقول لك طفت المشارق والمغارب أدور لك على لقمة ما لقيتش. ليه؟ لأن أنت لو قعدت تفتكر وإحنا حصل كلنا معانا كده في أكل أكلناه جه من برة من دولة كذا والطعام المستورد تفاحية أكلتها كانت من بلاد الشاي إحنا بنشرب شاي كيني من كينيا فلما تشرب طعام شراب جاء من كينيا وطعام جاء من هنا وهناك فسيأتيك سيأتيك. فالإيمان بالملائكة يريح القلب يزيد الإنسان يقينا في الله سبحانه وتعالى. لو آمن بملك الموت لو قرأ القرآن، القرآن ده إعجاز. القرآن أولا ليس كلام، القرآن روح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فلو درسنا القرآن وقرأنا القرآن تجد أن القرآن يعني وضع لنا الأمور كاملة ووضح لنا المعالم، خاصة أن احنا في شهر رمضان الكريم شهر القرآن، شهر نسأل القرآن. الله العلي القدير أن يتقبل منا الوقت خلص مننا ويعني هو كان في سؤالين لو لحنا نجاوب عليهم يبقى يعني طب يعني في ثواني كده تقول لي بس الطفل الست سنين ندربه ازاي؟ الطفل الست سنين لو هو يعني لن يؤثر الصوم على صحته كانت الصحابيات بيجيبوا صوف الخروف ويعملوا منه لعبة ويصوموا الأطفال وأقرهم النبي على ذلك. تمام. ولما الأولاد يعيطوا يسهوهم لحد المغرب. طب اللي معاها مشكلة مع والدها دي ترجع له تاني وما تقسي وتروح لوالدها تاني يعني لما سؤلها يخاصم الرجل والديه قال ولا مع نعليهما. طيب. أنا بشكر حضرتك وإن شاء الله نتمنى أن نكون معنا حلقات أخرى مع حضرتك إن شاء الله ربنا. كل عام وحضرتك بخير. سعدت بيك فضيلة الشيخ عبد الأزهري من علماء الأزهر الشريف. أعزائي المشاهدين يا رب الحلقة تكون عجبتكم النهاردة ويا رب نكون طفنا فيها في حاجات كتيرة جدا. يا رب إن شاء الله نشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة. كان معكم هاني الفرماوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.